فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل للمرأة الرجعية أن تخرج من بيت زوجها من غير إذنه؟ نعم. هل للمرأة الرجعية أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه؟ لا، هي زوجة، ما دامت في العدة فهي زوجة، لا بد من إذنه. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: هل للزوج أن يخرج هذه المطلقة الرجعية، أن يخرجها من بيته، أو يجب عليه أن يبقيها وينفق عليها؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، لا يجوز لها ذلك. نعم. ولا يجوز له أن يخرجها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.